وللمزيد ينضم إلينا من أبو ظبي سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. أهلا بك سعادتك معنا في نشرة الثالثة، نبارك لكم هذا الإنجاز وتشغيل المحطة الثالثة. السؤال، لماذا قررت من البداية دولة الإمارات تطوير محطات للطاقة النووية؟ وما أهمية الطاقة النووية ودورها؟ نحن نعلم أن هناك الكثير من مصادر الطاقة تسعى الإمارات وسعت خلال السنوات الماضية في الاستثمار فيها، والسؤال هنا لماذا الطاقة النووية تحديدا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله أخي محمد. أهلا وسهلا. بالنسبة لبرامج الإمارات النووي السلمي، طبعا تم تأسيس البرنامج هذا برؤية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، ونظرة المستقبلية. هذا البرنامج بدأ في 2008، وخلال هذه السنوات الحمد لله طورنا برنامج نووي سلمي، هو اليوم يعد نموذج عالمي في قطاع الطاقة النووية، وهو مصدر آمن وموثوق وصديق للبيئة. طبعا اليوم الطاقة النووية قادرة على تأمين كهرباء واستدامتها في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم. محطات براكة الأربع إن شاء الله بتغطي ما يقارب 25% من احتياجات الطاقة في الدولة. كذلك الطاقة النووية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الدولة. اليوم على الجانب الاقتصادي تم منح أكثر من الشركات المحلية ما يقارب 24 مليار دولار حتى الآن، ومن خلال تطوير قطاع إمداد محلي وقطاعات صناعية جديدة إن شاء الله. وأيضا من الجانب الاجتماعي، محطات براكة توفر آلاف الوظائف للمواطنين في الدولة، وإن شاء الله محطاتها بتعمل لمدة 60 عام، وهذا طبعا عمر تشغيل المحطات، حيث سيستفيد من هذه المحطات إن شاء الله أجيال قادمة الطاقة صديقة للبيئة وطاقة نظيفة. نعم، ما الذي تقدمه سعادتك الطاقة النووية في مجال الحفاظ على البيئة؟ نحن نعلم أن الإمارات تتجه للوصول للحياد المناخي بتحقيق ذلك في عام 2050، ما دور الطاقة النووية في يعني وصول الدولة لهذا الحياد المناخي في عام 2050؟ طبعا محطات براكة لها دور بيئي مهم، وتقود الآن الجهود لتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، وبالتالي ستقوم المحطات بدور أساسي في تحقيق أهداف مبادرة الحياد المناخي لعام 2050 في الدولة. والسنة القادمة إن شاء الله بيكون كوب 28 هني في أبوظبي إن شاء الله، بيكون لدولة الإمارات فرصة لإبراز ما تم إنجازه في العشر سنوات الماضية في مجال وأهداف الدولة ومبادراتها في الحياد المناخي لعام 2050. أيضا بالنسبة للمحطات الأربع إن شاء الله بتحد ما يقارب 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، أي ما يعادل إزالة 4 ملايين سيارة من قطاع النقل بشكل سنوي. طبعا مشروع براكة اليوم هو مشروع استراتيجي مهم للدولة بتوفير طاقة موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة لأجيال قادمة إن شاء الله. بإذن الله. سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شكرا جزيلا لك.